السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، ونحن في يوم الثلاثاء لثمان بقينا من شهر ربيع الآخر لعام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا عود على بدء وتتمة لما مضى من السيرة العطرة والأيام النضرة لأبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في العام السابع من هجرته المباركة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في الفترة التي من محرم وصفر وربيع، هذه الفترة التي فيها فتح خيبر، فمنهم من قال أن الفتح كان في محرم وهو الأقرب والعلم عند الله، منهم من قال الفتح كان في ربيع. انتهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من فتح خيبر، فتح الله عز وجل عليه خيبر، وكانت كما قدمنا في تسميتها أنها أرض أودية فسيحة مليئة بالنخيل وأرضها خصبة، وهذا أحد معاني كلمة خيبر، يعني الأرض ذات الطين وذات الخصب والنماء. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزع غنائمها، فجعل كما في الصحيحين للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وجعل للراجل أي المجاهد المقاتل الذي لا خيل معه له، جعل له سهما واحدا، وقسمها 360 سهما، وجعل كل سهم في 10، إذن مجموع الأسهم 3600 سهم، جعل نصفها له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقسمه، وجعل النصف الآخر لما ينوب من أحوال الدولة المسلمة، لأنهم يقولون كما نقل ابن القيم في زاد المعاد أن خيبر أن نصفها فتح عنوة وأن النصف الآخر فتح سلما كما بينا في دروس الماضية، منهم من قال بل فتحت كلها عنوة. النبي عليه الصلاة والسلام ما فتئ الكفار أنهم عياذا بالله من يهود من نصارى من مشرك العرب يكيدون للمصطفى صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحماية جنابه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال ربنا عز وجل والله يعصمك من الناس، فقدمت الدعوة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك امرأة وهي تسمى بزينب قالت ماذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، هي امرأة يهودية زوجة سلام ابن مشكم، قالت وش النبي يحب عليه الصلاة والسلام، قالوا يحب الذراع من الشاة، فذبحت شاة وملأت السم في الذراع عافانا الله وإياكم، ثم دعي النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يرد دعوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنهس نهسة أو نهش نهشة من الذراع، ثم قال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكلم الحجر في يديه ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وكان هناك حجر يسلم عليه بالنبوة بمكة كما بينا في دروس سابقة، وكان معه بشر بن البراء بن معرور أكل معه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما تبين هذا السم قالوا أنقتلها يا رسول الله، قال لا، فلما مات بشر بن البراء بن معرور أسلمها إلى أوليائه فقتلوه ها قصاصا، فقتلوها قصاصا. جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكان وقال يا معشر يهود إن كنت سائلكم أكنتم تصدقوني جوابا، قالوا نعم، قال من أبوكم، قالوا أبونا فلان، قال كذبتم بل أبوكم فلان، وكانوا أبناء سفاح الله يعافينا وإياكم. ثم قال لهم مرة أخرى عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود إن أنا سألتكم أكنتم تصدقوني،
قالوا نعم وإن كذبنا عليك صدقك الله كما في المرة الأولى، وسيكذبون مرة ثانية وثالثة إلى يوم الدين. قال أين أنتم غدا في القيامة؟ أتدخلون النار؟ قالوا ندخل فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. قال وأيم الله كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا، وأنتم خالدون مخلدون فين؟ في نار جهنم. قال إني سائلكم أو كنتم تصدقوني جوابا؟ قالوا نعم. وما فتوا أنهم كذابون. قال لماذا أو من الذي وضع السم في الشاه؟ قالوا نحن الذين وضعناه، إن كنت نبيا فسيخبرك، وإن لم تكن كذلك ارتحنا منك، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخبرته الشاة أنها والذراع أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، وأخبره أنه إيش؟ أنه مسموم. والله تبارك وتعالى، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. روى الإمام أحمد وذكره ابن كثير في تفسيره أن الله عز وجل يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقرره الباري بذنوبه. اسمعوا يا إخواني، والمتكلم أولكم، لمن يعصي الله الله يعافينا وإياكم. قال فيقول يا عبد أتشهد بذلك؟ قال لا، أنا أنكر كل هذه. قال أو نجعل لك شهودا؟ قال إيه. قال ممن؟ قال من نفسي، أنا أريد شهودا علي من نفسي. فيختم الله عز وجل على لسانه فيشهد بقية أعضائه فيقول سحقا لكن في كن كنت أناضل، ثم تلا قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في يوم القيامة ما في تدليس، ما في يمين غموس، ولا في شهود زور، ولا في أوراق مزورة. الشيخ بن حميد رحمة الله عليه القاضي، تعرفونه أبو الشيخ أو عم الشيخ صالح، الشيخ عبد الله بن حميد الكبير، أي هذا الرجل كان أعمى، لكن سبحان الله العظيم رجل عجيب وغريب. قال فجاء له بورقة لأحد قضاة ومشايخ الرياض مكتوبة، فلما قرأت على الشيخ قال هذا ليس أسلوب الشيخ فلان. قال فاذهبوا بها إلى الكتبة لكي يقارنوا الخطوط. فذهب الكتبة قالوا هو خط إيش الشيخ. قال ما زلت عند رأيي، ما هو هذا، ما كلام الشيخ. قال فاذهبوا إلى طلاب الشيخ الأصفياء القريبين من الشيخ اللي كان الشيخ يكتب وهم ينظرون. قال الطلاب خط الشيخ. طب اذهبوا إلى أهله من الذين يجيدون القراءة والكتابة، قالوا خط الشيخ. ترى الشيخ بن حميد أيام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، حتى تجمع التاريخ. قال فجيء بالذي أتى بالورقة، لأنه مكتوب فيها أن الشيخ يشهد له بأرض. قال يا هذا، إن هذا ليس خط الشيخ، وإن لم تخبرني فعلت بك كذا وكذا وكذا. قال يا شيخ اكتم علي، والله إنه ليس خط الشيخ إنما هو خطي. قال وكيف أتقنته بهذه الصورة حتى كتبت الشيخ وأقارب الشيخ وطلاب الشيخ والمتخصصون في التزوير عمي عليهم ذلك؟ قال جلست سنتين وأنا أتدرب. بعض اللصوص الله يعافينا وإياك عنده مهارة، عنده سكيلز، لكن ما يستغل مهارته فين؟ فيما ينفع. شاب عنده مهارة في اليوتيوبرز، وعنده مهارة في فيسبوك ويلعنوك ويشتموك ويضربوك وسناب شات وكل ما هو آت آت، لكن جعل هذه المهارة فين؟ في الكذب والهياط والما لا داعي. وأنا أدعم حملة تبليك المشاهير، سمعت عنها؟ أنا أدعمها، لأن كل هياط وكلام فاضي، حدثاء وأسنان، سفهاء وأحلام، بقى عندهم ملايين من الفولورز والسبسكرايبز والمتابعين واللايكات،
ما تنتفع منها بشيء، ويبقى الواحد فينا عافانا الله وإياكم يتابع لهؤلاء بالساعات الطويلة ويعصى ويقسو عليه أن يختم القرآن في شهر، ويقسو عليه أن يقرأ جزءا في اليوم، والجزء يأخذ منك 20 دقيقة. لكن متابع أولادنا هذول أطفالنا، اللي كل واحد في يده جلكسي تاب أو جلكسي في طريق التوبة إن شاء الله عز وجل. فمثل هذا قال يا أخي يا شيخ أريد أن أسألك، أنت أعمى كيف عرفت أننا مزور الخط؟ قال لأن مشائخ نجد لا يكتبون في التوقيع من تحت فضيلة الشيخ فلان الفلاني. شوف مشايخنا الشيخ الفوزان الشيخ بن جبرين حتى سمحت المفتي ما يكتب لك إيش بن باز، ما يكتب لك من تحت يوقع إيش من عبد الله بن عبد العزيز بن باز. قال ما يكتبون هذه، ما يحطون هذا التايتلز، يحطون هذه إيش هذه الألقاب. قال والله صدقت وإني تائب. فبعض الناس نقول إذا ربنا أعطاك مهارة أخي الحبيب استخدمها فيما ينفع الأمة، وفيما يأتي سيفنى كل كاتب ويبقى ما كتبت يداه، فلا تكتبن شيئا يسوءك في القيامة أن تراه، وخير من ذلك كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بصفية بنت حيي ابن أخطب، ابنة سيد من؟ يهود. بعدما النبي عليه الصلاة والسلام قتله بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لخيانته، فلما بنى بها، تعرفون إيش كانت الحفلة يا إخواني؟ إيش كان البناء؟ مفطحات، وناس يغسلون يدهم بدهنة العود، يكفرون نعمة الله عليهم. لا لا لا، النبي قال كل منكم يأتي بما عنده من أزواج. الله أكبر، كانوا في جهاد، فجمع اللي عنده كذا وعمل سويق وكذا وأكلوا معاه. هذه كانت وليمة مين؟ صفية بنت حيي بن أخطب، الذي جدها نبي وعمها نبي وتحت نبي. لما كان أزواج النبي يغرمون يقول يا بنت اليهودي، كان النبي يقول لهم روح ارجعوا ويقول لهم أبويا نبي وعمي نبي وأنا تحت نبي، يقصد بأنها موسى، لأن الجد يسمى إيش؟ يسمى أب، هي من رهط موسى، وهارون عمها، وهي تحت مين؟ سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وبينما في جلسة مع النبي عليه الصلاة والسلام رأى زرقة في عينيها، هي كانت بيضاء. تقول عائشة أول ما شفت عرفت أن النبي إيش؟ ابي تزوجها من جمالها رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. وكانت في سهم دحية بن خليفة الكلب رضي الله عنه وأرضاه، أشبه الناس بعيسى من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس بجبرائيل. والنبي عروة بن مسعود هو الذي أشبه الناس بعيسى عليه السلام. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدله بغيرها وأرضاه، ثم جعلها، لأنه قالوا لي يا رسول الله ما ينبغي أن بنت هذا سيد القوم تكون تحت مين هذا، يجعل يعني بغضاء بين الناس بعضهم بعض. الشاهد فقال ما هذه الزرقة التي في عينيك؟ قالت هذا من زوجي، وكانت تحته وهو من سادات اليهود، فرأت في النوم رؤيا ابن أبي الحقيق، هو كان الذي قتل في حصن السلالم الذي كان في مجموعة الكتيبة آخر حصون خيبر. قالت قلت له رأيت رؤيا، قال له وش رأيتي؟ قال رأيت أن قمرا جاء في حجري. قال فلطمني، أدها بوكس في عينها، قال تريدي أن تتزوجي بسيد يثرب؟ يقصد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وشاء الله عز وجل، والحذر لا يمنع إيش قدر. مرت الأيام وتزوج بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبقي أثر إيش؟ الزرقة في عينيها من هذه اللطمة القوية. قالت والله يا رسول الله كنت أبغض الوجوه إلي، وأنت الآن أحب، لأنك قتلت أبي وعمي. قال ما قتلتم إلا لأنهم فعلوا كذا وكذا، وما زال النبي بها حتى طيب نفسها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. في تلك اللحظات يصل عبد الله بن جعفر. من فين يجي؟ وين كان عبد الله بن جعفر؟ كان في الحبشة، ومعه الأشعريون قرابة 70 واحد غير المهاجرين من الصحابة،
مكثوا فترة طويلة جدا فين؟ في الحبشة. عدها بعض أهل العلم قيل ممكن قرابة 17 سنة أو 12 سنة أو 15 سنة، يعني فترة طويلة كانت، أكثر من 10 سنوات، أكثر من عقد من الزمان. فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يقبله بين عينيه كما جاء مرسلا، وحسنه بعض أهل العلم بكثرة طرقه، وقال: أنا لا أدري بماذا أفرح، بفتح خيبر أو بعودة جعفر. ورجع معه أبو موسى الأشعري، ومعه الأشعريون، هو أصغر إخوانه أبو موسى، واحد أبو برزة الأسلم، واحد الأشعري، واحد ثاني، هو أصغرهم. قال: حنا طلعنا في باخرة طالعين من اليمن، نريد إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما يبغون الحبشة، يبغون النبي عليه الصلاة والسلام. فهاجت الريح فرمتهم فين؟ رمتهم في الحبشة. فراح لقوا مين؟ جعفر بن أبي طالب. قالوا حنا ما نبغاك، وحنا نبغى نروح النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ترى حنا النبي هو الذي أمرنا أن نأتي إيش؟ إلى هنا، وخلكم معنا، إذا رجعنا نرجع جميع، نرجع إيش؟ يرجع كلنا معا. قال: وقسم النبي لهم. فكان في أسماء بنت عميس، كل ما عمر يشوفها يقول لها: انت، احنا بهجرتين وانتم بهجرة واحدة. قالت: والله لا أذوق طعاما، إنكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي نوائبكم ويقضي حاجاتكم ويعلم ويؤدب جاهلكم، ونحن في أرض البعداء البغضاء. قالت: والله ما أكل شيء لنجي النبي. صح، إحنا بهجرة ولا بهجرتين؟ فذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام ودخلت عليه، قالت: والله لا أزيد ولا أنقص، أنا ما حغير من إيش إلا أنا سمعت من عمر أقول لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث المتفق عليه عليه الصلاة والسلام. فحكت القصة تماما. قال: كلا، بل أنتم أصحاب الهجرتين. قال: فكان الأشعريون يجوها كلهم 70، كل واحد يسألها: بالله النبي قال كده؟ تقول: أي نعم. قالوا: فما أحب إلينا من الدنيا وما فيها أن النبي جعلنا لنا أجر إيش؟ لنا أجر الهجرتين. شوف كيف الصحابة إيش اللي كان يرفع معنوياتهم؟ القرب من إيش؟ من الله، مو القرب من الدنيا. الدنيا دي بتروح وتيجي، جزاك الله خير وسخ، لكن ما هو الذي نحن لا ندري عنه؟ هل إحنا اقتربنا من الله أم إيش؟ أمنا نقتري. لقول ابن عمر: وددت لو أعلم لي عملا واحدا متقبلا، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. عن عائشة في الصحيحين قالت: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة هو الذي يسرق ويزني قال لا اللي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه. وفي تلك اللحظات حدث شيء في مكة، وانتشرت إشاعة إلى مكة، فرح بها المشركون وحزن لها العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فما الذي حدث؟ وما هي تلك الشائعة؟ وما هي حقيقتها؟ هذا وغيره من الأحداث يكون في المجالس القابلات القادمات من سيرة خير البريات عليه أفضل الصلاة وأتم السلامات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تم الكلام، وربنا المحمود له المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لاح قمرنا ورفع داخل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.